Express FM. انا ديما نفرح كي نجي لمحطة السماعية مهما كانت الظروف. قولوا لي برشا زحمة، قول لهم الحمد لله فما جمهور. قول لي فما ناس منرفزين، قول لهم الحمد لله فما جمهور. قول لك علاش؟ على خاطر انا مشيت لبرشا مهرجانات قبل. طبعا تعرف اذا كنت في لجنة تحكيم مهرجان كان وفينيز وبرلان، كنت انا عربية، كنت لجنة تحكيم القاهرة، لجنة تحكيم مراكش. نجم نقول لك اللي الكنز اللي عندنا في تونس في اي مقطرة سينمائية هو الجمهور. على خاطر المهرجانات الاخرين ما نسميهمش، تمشي الافتتاح تلقى برشا خط برشا نجوم، تمشي الاختتام تلقى برشا نجوم برشا خط، بين الاثنين تمشي القاعات، قاعات فارغه فما حد حتى فرش في الافلام. وقت هوني بضرب البوني على الافلام وحب السينما معناها عند الجمهور التونسي ما شفته في حتى بقعه، درجة الفيلم ما يعرفوا عليه حتى شيء ويدخلوا يتفرجوا فيه ويتمتعوا ويكتشفوا هذا جمهور ولا بلاش. دونك تقول لي اش تحس؟ انا نحس معناها مش نرعش كي نجي لاي مقطره سينمائيه، سورتو الدوره هذه اول دوره بعد فقدنا سي طاهر شريعه اللي هو الاب الروحي للسينما التونسيه والاب الروحي لي انا شخصيا. انا اكتشفت سينما من خلال طاهر شريعه وقت كان رئيس نوادي السينما، وطول عمري وانا نحاول معناها باش نوصل الاهداف اللي يحب يوصلهم طاهر شريعه نوصل لهم. وعلاش هذا تو شلوف نشكر برشا محمد شلوف اللي هو ورايا اللي هو مدير مهرجان هرقلة، خاطر هو زاد كيفي انا ابن روحي لطاهر شريعه. شنو حب يرجع السنه والدوره هذه حب ترجع الروح للمهرجان الاصيله. طاهر شريعه كان دائما يدافع على الحوار بين العالم العربي وافريقيا السوداء بين الثقافتين، ويقول طاهر شريعه العالم العربي في باله اللي افريقيا السوداء مش تحقت له، هو غلط العكس، راهو العالم العربي مستحق لثقافة افريقيا السوداء اللي ما يعرفهاش، وينجم معناها يولي غني معناها كي يولي يعرفها. والدورة هذه كما تشوف الرجوع للأصل، خاطر محمد شلوف اللي هو يدافع على نفس الحوار، هو اللي جاب فرق مشى حتى المالي، مشى لتومبوكتو، هو اللي جاب سليمان سيسي باش عملوا تكريم، هو جاب الفرق. عاد بالطبيعة الدورة هذه كيف نرجعوا للأصل أيام قطر السينمائية؟ علاش؟ نقولها لك بكل صراحة، في الدورات اللي قبل لا فارقة يقول لك ما الجمهور التونسي يحب النجوم المصرية، يقول لك شبيه الجمهور التونسي يمشي كان النجوم المصرية هاي فردوس عبد الحميد، هاي شو اسمها الهام شاهين، واحنا كي نعملوا ندوة صحفية ما عندنا حد في الصالة. عاد السنة حبينا ممكن يسترجعوا شوية ميزان، معناها يرجعوا التوازن بين حتى من لفتة المهرجان، شفت رجعت لأفريقيا ما فيها بس بعد برشا دورات اللي هي مايلة برشا للشرق، نعملوا دورة ترجع لأفريقيا.